هذه الأخت السائلة تقول: زوجي يكثر من الحلف بالطلاق وفي البيت وفي ذهابه ومجيئه مع أولاده، فبماذا ينصح مثل هذا؟ وهل يقع الطلاق مع أنه يقول أنا لا أقصد طلاق الزوجة؟ يجب عليه أن يسأل المحكمة الشرعية القريبة منه، أو يأتي للإفتاء، أو يكتب للإفتاء في الرياض عن طريق المحكمة ينظر في قضيته. أما قوله أنا لا أقصد الطلاق هذا خطأ، من تلفظ بالطلاق فإنه يقع ولو لم يقصده، إلا إذا كان مجنونا أو غائب العقل أو نائما ليس بمكلف، إنه لا حكم لهذا الطلاق. أما إذا كان مستيقظا عاقلا فإنه يقع الطلاق ولو لم ينوه، ولكن لا يستعجل في هذا حتى يسأل الجهة المسؤولة عن الإفتاء. نعم.